السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا هلا وسهلا بمتابعينا في شهر الخير والكرم، شهر رمضان المبارك. حلقة اليوم حنقدم لكم فيها ونشرح بالتفصيل إيش اللي تقدمه مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات، وكلاء أفخم سيارات في العالم وأكثرها عراقة، وهي سيارات رولز رويس. ونشوف إيش الهيوج آدد فاليو اللي بتقدمها رولز رويس موتر كارز، مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات. في شهر رمضان حنتكلم عن إيش اللي تقدمه مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات على جميع سيارات رولز رويس موتر كارز، وهي الفانتوم والكولونن والجوست وريث ودام. تقدم الشركة تسهيلات على موديلات 2018 و2019 مثل ادفع 50% الآن و50% بعد سنتين مع هامش ربح 0%، وتوفر 4 سنوات ضمان مصنعي مع 4 سنوات صيانة مجانية، وكمان يمكن أخذ ضمان ممتد حتى 12 سنة من عمر السيارة. خلوني أعطيكم نبذة عن السيارات اللي عند رولز رويس موتر كارز، مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات في شهر رمضان. أول سيارة اللي هي الجوست. تيجي هذه السيارة بأسواقنا بثلاثة طرازات، الأول جوست، والطراز الثاني اللي هو جوست بقاعدة عجلات طويلة، والطراز الثالث جوست بلاك باج، والطراز الأخير يجي استجابة من رولز رويس موتر كارز لمتطلبات مجموعة صغيرة ومختارة من العملاء اللي يرغبوا في اقتناء سيارة بمواصفات بيسبوك. والبيسبوك هذا بيخصص للعملاء العميل أو العميلة سياراتهم لشخصيتهم وكذلك اللايف ستايل لكل عميل. وكمان تعد البلاك باج العلامة الأكثر تأثيرا في عالم السيارات الفارهة، نتيجة للهندسة الدقيقة والتصميم الاستثنائي. من المعلومات البسيطة جدا والمهمة اللي حابب أشارككم معايا فيها، اللي هي أول شيء ليش أبواب الرولز رويس تفتح بالطريقة هذه. طبعا هذه الطريقة كان لها قصة، لأنه في السابق أو في من زمان كانت ملكة بريطانيا العربة تبعيتها هي أبوابها تفتح بالطريقة هذه. فرولز رويس هي تعتبر من السيارات أو السيارة الملكية لملكة بريطانيا. والأشياء الثانية اللي أنا بدي أذكرها اللي هي إيش هي الدي إن إيه اللي موجودة في كل سيارات رولز رويس. نتكلم عن أشياء محددة جدا في السيارة. كمثال هنا تشوفوا اللوجو تبع رولز رويس أو شعار رولز رويس، هذا موجود في كل سيارات رولز رويس. والخطوط الجانبية هذه اللي هي التقوسات والخطوط اللي موجودة على الأبواب هذه من الدي إن إيه اللي تلاقوها في كل سيارات رولز رويس. وكذلك هنا نشوفها في الجنوط، زي ما انتم عارفين هذا الار ار او الرولز رويس شعارها يكون ثابت في محله ما يتحرك مع جنط السياره. وابرز الرموز اللي تظهر الرولز رويس اللي هي شبكه التهويه الامامي. شبكه التهويه الامامي هذا معروف في اي مكان او في اي وقت تشوف السياره بالشبك هذا، هذه رولز رويس على طول. والشعار هذا تبع رولز رويس اللي يجي بثلاثه انواع اللي هو ستيل وكريستال ويجي كمان الجولد، واختياري كمان يجي اللي هو بإضاءة خصوصا مع الكريستال. وشيء مهم جدا على غطاء المحرك زي ما انتم شايفينه هذا الكروم هذا اللي هو يجي زي الويف اللي بيضم على الواجهة الأمامية، هذا من الأركان تصميم سيارات رولز رويس. خلينا أكلمكم عن البوية وطريقة طلاء البوية على سيارات رولز رويس.
تبدأ من 12 إلى 45 كود، وتعطي للعميل اختيار من بين 44 ألف لون، وكمان إذا ما عجبه أي واحد من ال 44 ألف لون في يجيب اللون اللي هو يختاره، وهم رولز رويس بتنفذ له اللون اللي يناسبه. تعتبر جوست واحدة من السيارات الأكثر تعقيداً بين السيارات اللي تم بنائها على الإطلاق من ناحية التكنولوجيا، وتعمل مع محرك ثنائي التربو سعة 6.6 من 10 لتر مع 12 اسطوانة تولد 570 حصان. وطبعاً اللي اشتروا هذه السيارات ما بيهتموا بصرفية البنزين، لكن على كل حال يبلغ استهلاك الجوست 8.2 من 10 لتر لكل كيلومتر. وزي ما انتم عارفين هذه السيارات الفاخرة تقدر تصممها على كيفك عن طريق برنامج البيسبوك، ويبدأ سعر الجوست من 1,300,000 ريال. والسيارة الثانية هي دون اللي تحافظ على مبادئ التصميم الأساسية اللي تعتمدها رولز رويس، وهي تتوفر بطرازين دون ودون بلاك باج، وهذه السيارة تيجي تجسيد لفلسفة سير هنري رويس مؤسس الشركة، وهي تصميم لا وجود له، وتمكنوا من اكتشاف طريقة رائعة ومبتكرة لمعالجة أسطح السيارة المختلفة مستوحاة من إيرث رولز رويس المتعلق بالطيران، وتعكس الأساليب المتطورة المستخدمة في صناعة الطائرات الخفية. وكمان يعتبر تمثال روح النشوة اللي هو Spirit of Ecstasy، بحد ذاته هوية فريدة اتخذت العديد من الأشكال المختلفة خلال تاريخ العلامة. ورولز رويس دائماً بتلاقي حلول للمشاكل اللي بتواجهها السيارات الثانية، وفي معلومة بعضكم يمكن ما يعرفها اللي هي إنه شعار روح النشوة هذا في الواجهة قادر على حماية نفسه من السرقة، يعني لو حاول أحد يلمسه راح يختفي فوراً داخل السيارة وينزل على تحت. وأسعار الدون العادية تبدأ من 1,500,000 ريال، والسيارة الثالثة هي الريث، وهذه السيارة فيها زي ما انتم شايفين عناصر كثيرة للفخامة والترف والأناقة اللي تنتشر في كل زاوية من زوايا المقصورة الداخلية تخليها تحاكي القصور في فخامتها. وطبعا الجميع يعرف ان رولز رويس تخصصت على مر السنين في تقديم مجموعة من أرقى السيارات في العالم، وهذه السيارة مصممة خصيصا عشان تجسد شغف ومذاق وأسلوب حياة عملاء رولز رويس الكرام، وهذا اللي يخلي كثيرين وعلى رأسهم هذه الشركة البريطانية العريقة بيقولوا انه رولز رويس ما لها منافس حقيقي في العالم. وأسعار الريث العادية تبدأ من 1,200,000 ريال، السيارة الرابعة هي فانتوم، وهي واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمن وأقربها لأبناء الطبقة الأستقراطية، وكمان تملك هذه السيارة واحدة من أفخم مقصورات السيارات في العالم. وطبعا ما نقدر نركب فانتوم بدون ما نتكلم عن سقف المقصورة المرصع بالنجوم المضيئة، وعلى فكرة الشركة بتوفر إمكانية تعديل هذه النجوم بالطريقة اللي اختارها العميل. على سبيل المثال في إصدار معدل ظهر مؤخرا بتميز بتمانية شهب مذنبة بيطير في سقف المقصورة فوق المقاعد الأمامية بالإضافة للنجوم العادية. وسيارة فانتوم زي ما أنتم عارفين صنعت وانتجت بمواصفات خاصة للملوك والرؤساء، وكثير من هذه السيارات موجود عند الصفوة، ومن المستحيل أنه تخرج السيارة من مقر الشركة بجنوب إنجلترا إلا بعد ما تستوفي حقها من العمل الجاد حتى أبسط العيوب اللي لا ترى بالعين لا تمر عليهم مرور الكرام.
وأسعار الفانتوم العادية تبدأ من 1,800,000 ريال. والسيارة الخامسة هي الكالنن، واللي تعتبر أفخم سيارة دفع رباعي في العالم. وكان الهدف من تصميم هذه السيارة هي ترك الانطباع بأنها سيارة تملك حس المغامرة وتحقيق البطولات والإنجازات بدون مجهود، وهي تتوجه للأشخاص اللي يرغبوا في نوع جديد من السيارات اللي تمنحهم وصولاً غير محدود إلى أقصى مستويات الفخامة، وهي قادرة على الوصول إلى أي مكان بفخامة مطلقة وترتقي لأرفع مستويات الحياة. وهذه العلامة البريطانية دائماً تتمكن من عمل شيء مميز، حتى لما دخلت لدائرة المنافسة في فئة الـSUV قدمت ميزة مش موجودة عند المنافسين، اللي هي المقاعد الإضافية الموجودة في صندوق الأمتعة. هذه المقاعد بتخرج بضغطة زر عشان توفر جلسة رائعة في الهواء الطلق. ويبدأ سعر رولز رويس كالنن من 1,900,000 ريال. وفروع مجموعة محمد يوسف ناغي وكلاء سيارات رولز رويس موتر كارز في المملكة العربية السعودية هي الرياض، فرع السلمانية، جدة، شارع التحلية، الخبر، طريق الملك فهد. ورقمهم المجاني هو 800-123-8000. وكل عام وانتم بألف خير، ورمضان مبارك على الجميع، مع الصفقات المميزة من مجموعة محمد يوسف ناغي للسيارات وكلاء سيارات رولز رويس موتر كارز في المملكة العربية السعودية.